من الناس لما بتتحرك تحركات مش مظبوطة تضر الشعب الليبي وتضرنا احنا واحنا موجودين على الحدود مع ليبيا. موقع تركيا زمان بيقول ان عودة فتحي باشا اغا بعد الوقف على ذمة التحقيق ده فصل جديد من فصول الصراع على السلطة مع السراج ووسط انتشار المسلحين التابعين ليه حوالين مقر السراج. وزير الداخلية كان اجتمع ساعات 6 ساعات تقريبا مع الحكومة يوم الخميس لحد ما السراج اعلن انه رجع منصبه، لكن في خلفية المشهد حسب الصحيفة التركية زمان ان تركيا هي اللاعب الرئيسي وهي محرك الشخصيات اللي بتدير العملية السياسية في طرابلس سواء داخل الحكومة او فيما يسمى المجلس الرئاسي. يعني الكلام ده احنا بنقوله بوضوح. ماذا نريد لليبيا؟ نريد السلام. ماذا نريد لليبيا؟ تحقيق صالح الشعب الليبي. ماذا لا عايزين من ليبيا بترولها ولا عايزين ثرواتها، ثروات وبترول وكل ما يخص ليبيا هو من حق الشعب الليبي فقط. لا احنا لينا حق فيه ولا تركيا ليها حق فيه ولا امريكا ليها حق فيه ولا فرنسا ليها حق فيه. ايها السادة الليبيين ده من حقكم انتوا بس. واحنا بنسعى وبننور الناس وبنقول ان ما يحدث هو نهب لثروات الليبيين. طب مع كل الكلام اللي بيحصل ده ولفرام لانشر وده كنا اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات ده من المعهد الالماني للشؤون الدولية والامنية كان كاتب على تويتر بينما تنشغل حكومة الوفاق الوطني بالصراعات الداخلية تتزايد المؤشرات على أن حفتر يستعد لعملية هجومية من قواعد في سرت والجفرة. هل ده كلام تحليلي حقيقي ولا كلام تسخيني حقيقي؟ الله أعلم، أنا ما عنديش المعلومات. هل فعلا قوات حفتر بتستعد أنها تعمل هجوم مضاد ولا كلام ده بيتقال عشان خاطر يوحدوا هذه الانقسامات اللي موجودة بين الفصائل في غرب ليبيا؟ تركيا بقى بتعمل ايه؟ تركيا بره بقى ليبيا بتقول انها هتعمل مناورات عسكرية في شرق المتوسط. بالتعاون مع مين؟ بالتعاون